جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم ويقول: أنا شاب مقبل على الزواج، والحمد لله خطبت فتاة متدينة وتحفظ من القرآن 25 جزءا، وهذا من فضل الله. ولكن فضيلة الشيخ، والدتي تقول بأنها تريد أن أتزوج وأبقى معهم في المنزل، علما بأن لي 4 إخوة كبار في المنزل، وتريد أن نبقى سوا في الأكل والشرب والجلوس، فما هو توجيهكم يحفظكم الله؟ أما البقاء في المنزل مع أمك وإخوانك ومعك زوجتك فلا بأس بذلك، بشرط أن تتحجب زوجتك عن إخوانك، وأن تحرص على الستر الظافي عن إخوانك لأنهم أجانب منها. والجلوس، جلوسكم جميعا في مكان إذا كانت متسترة ومتحجبة لا مانع منه أيضا. وأما الأكل جميعا فهذا لا يجوز، لأن هذا يستدعي أن تكشف عن وجهها أو شيء من جسمها من أجل الأكل، هذا لا يجوز. يأكل الرجال على حدة والنساء على حدة إذا لم يكون بينهم محرمية. نعم.